أنا في الوضع الطبيعي كان زماني دفنتك هنا، بس بما إن ربنا اداكي فرصة وسطر عليكي وشايف إن فيكي أمل، فأنا كمان هعمل كده. بس أنا عاوز أفهم، أنا غلطت في إيه يوصلك لكده؟ أنا ربيتكوا والعالم بتاعنا صغير قوي، إزاي تشطحي كده؟ إيه اللي عملته غلط عشان ده يبقى ردك عليا؟ ما هو الغلط مش بيضر صاحبه بس يا ليلى، بيضر كل اللي حواليه. وانتي لو كسرتي انا واخواتك كمان هنتكسر. انا عاوزه افهم انتي جبتي القرآن دي منين؟ ردي. مش عايزه ارد. ليه؟ عشان مش عايزه اعيش. عاوزه تموتي وتموتيني معاكي. محدش بيموت عشان حد. انا الوحيده اللي ممكن اموت علشانك، انتي فاهمه؟ مهما انا عملتي انا مستحيل اذيكي او اضرك. ليلى انتي حته مني، فاهمه؟ عمرك ما هتفهمي ده غير لما تعيشي. معرفش جبت الجرأة دي، يمكن من أول مرة كدبت عليكي فيها. ماما أنا هتأخر شوية في الدرس بس عشان المستر جه متأخر، وأنا بس كنت عايزة أقعد مع صاحبتي شوية، لا أكتر ولا أقل. كدبة عدت عادي وصدقتيها. لما بكون واقفة مع صاحبتي بيقعدوا يتكلموا مين مصاحبة ومين مش مصاحبة، أنا الوحيدة اللي فيهم اللي مش فاهمة أي حاجة عن الأحاسيس دي. كنت عايزة حد أكبر مني عشان أحس بسلطته عليا، في نفس الوقت يبقى بينفذ كلامي كله من غير ما يناقشني. لما كان بيسمع كلامي وهو أكبر مني كنت بحس إن أنا مبسوطة. كدبة صغيرة جابت كدبة كبيرة. لما كنت بخاف على نفسي ببقى عايزة اجي احكيلك، كنت بخاف منك. حتى لما مبقتش عارفة بطل كده كدبت وبوظتلك جوازتك، لحد ما ماما وانكل حسن جم خدوني من شقته. عارفة إحساس لما تبقي في نص البحر خلاص ما بقاش عندك طول، ولا عارفة تكملي ولا عارفة ترجعي، في نفس الوقت تتسحبي لجوا أكتر، عشان تبعد عني أوي يا ماما. أنا مش عايزة أموت نفسي عشان خايفة منك أو من اللي انتي هتعمليه فيا. عايزة أموت نفسي عشان أخلص من بشعتي ووحشتي. أنا وحشة أوي يا ماما، أنا أذيت كل اللي حواليا، أنا مستاهلش إن أنا أعيش. مفيش أي مبرر للي أنا عملته ولا لعدم وجود بابا. أنا غلطت، مفيش حد بيبقى شايف نفسه بالود وحدها ويبقى زعلان يا ليلى. أنا هقف جنبك وهنروح لدكتور نفسي
نتكلم معاه وهنركز في مستقبلنا، وانا واخواتك هنفضل جنبك. اوكي دكتور ليه؟ عشان اللي قلتيه، عشان اختيارك للي اكبر منك واللي ما يشبهلكيش. عارفه الحاجات دي بتعمل ايه في البني ادمين؟ بتعمل ناديه اللي قدامك اللي مقسومه نصين تلخبطها. ما كانتش تعرف تحب، ولما حبت واختارت باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.